مازح واحده ما يداني انا شيء. ما في شيء والله اني اغلي اقصد ولا هو اقول بشربي والله انا اضحك هنا اضحك بعض المزح يحدك بعض المزح يخليك تطلع ابراهيم بالله شيل هذه اعلانها بالعكس وانت شيء تلقاه تحطه بيدك خلها على ذي ما جال خشت راحوا رحل فلاحوا عبد الواحد 24 ساعة والله يقولون اي والله بالسجن دخلت عليهم لأن يمين يكتبون شيء يا رجال والله العظيم يكتبون شيء قال لا عندنا فقرات اليوم وايد ولا شوي ما عندنا فقرات الحمد لله بساتين وعلي الجعيدي والرادار وفي شيء ثاني بعد وش ما ادري والله ها مش والله بس عاد يكون وش وش وين تبي بصلح لكم غدا كفو عليك تغديتوا انتم لا بيصلح اذا شفناك يا ابو ماجد لا لا بس 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 عارف اني فقط الاعلامي ذا اقول شدت كبودي ما تشتغل عني عنده ايه اجل عرفت اول شيء فهو حلمه حاسدني انت على الخبره ولا ايش؟ يا رجل وش خبرتك؟ خرج لك اربع شهور طيب ست شهور عفوا خبره مين؟ انت سي فيك اربع اسطر طبيعي اسمي بعدين ايه والعمر والسكن لا معلوماتي الشخصيه حق الباقي الخبرات اي والله انت اسمك يا رجال دورها بتعينها وين بتروح حالها سيفي حسبي الله ترى انا الكلام هذا اللي لامس القلب هذا تاثر منه بسرعه صدق بعدين ترى حساس اي والله ترى حساس وانتم ما طلعتوا على ذا الشيء انتم بس متهمينه المانيا جاي من برا بس من داخل ممكنه ايطاليا اول مره اشوف انا اقول ماطور ماطور وبالاخير مكينه مكينه مسكت معي ماطور ليه ما ادري الماطور ذاك اللي ابو صيحه قطع عنبه لا جاي ينت نت ولا يخرب عندك الا لجو كريجي انا اشهد مفشل اسمي انا مسميه مفشل 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 هو الاحمر اللي يجيك عليه حدايد اصفر وعرضة للسرقه بعد نعم عندك والله ما يقطع الا قالوا السلام عليكم ها؟ فوحت الماء عينت ها؟ اليوم مضغوط بيت أنا صح؟ إيه؟ وين غدا؟ إلا لا صح مضغوط بيت اليوم والله حلو هاي أبو ثقل ختامية البيت حاج ختامية من غير شر آخر غدا تزينونه مضغوط بيت نبي يفتح الليل وعندهم محلي من قام راح تغدى عندهم سلطان الحربي سلطان زبون المخازير الحين لو طلعت انا وياك ابراهيم زبون المواطير بجي سنابور لو طلعت انا وياك ابراهيم وطلعت لي مثلا انا لوني احمر وانت لونك اخضر ما عاد انا راح السكينه انت قاعد تهجوني لا والله اقول عبد الله الحربي حبيب الجماهير المخ حبيب المواطير حبيب المواطير ما فيها شيء حبيب المواطير لا تخليني حبيب المواطير ها؟ قل عبد الله حربي حبيب الجماهير الضايع اللي في درب المحبة لقيته سلطان لو طلعت انا بال شو اسمه البرايم لوني احمر وانت لونك اخضر ابدل معك ولا الله يستر لا يحوس المكينة شف شف عبد الله المهندس شو يقول باخشم في المواطير الله يستر لا يحوش المكين تذكرت شو اسمه الشاعر فوحت الماء اللي دخل على شفت الدجاج مثل جوا ولا لا اللي يقول شو مكان مثل جوا فضله نسيت اسمه انا فوق يمين فوق يمين مرعاد الظاهر انهم ما يخلونه تسود بارده هات لو مديت مدي منه ما في دجاج هات مدي يساري ما اشوفك شيء هات بس لا لا
ترى بحذف الصوره اللي بيني وبينك. عشان دار الكتب العلميه. ايوه. وخلها تطبع. تطبع وين؟ في الجدار ولا في جبهتي؟ بين السامع والدامع. حلوه وسهلوه. تسمع سلطان ترى بخليها تطبع. ها سلطان ما جاوبتني. انت اللي جايب الكتاب. لو انا احمر في البرايم وانت اخضر ابدل معك ولا؟ اخاف انك تزعل مع اللي يزعلون. والله لا والله يبيعك صاحب. والله لا ابيع برخص العثمان. والله لا ابدل معك وان فتحت فمك اطبع دار الكتب العلميه. ما وقفت على انك تبدل معي انا. كل اللي قال ابراهيم ولا شيء قالوا سلطان، كل اللي قالوا خصم سلطان. الله يعين سلطان، بس لكن الشكوى على الله. ليه؟ مرتين حجاجي على الله. يا اللي مرت. والشكوى على الله. لا بالله لا تختارني يا اخي. عين دجاج. والله بختارك. ها؟ لا والله لا تختار. والله اختارك. عين. لو انك إيه؟ لو انك وين لو انك رصاص وبينك وبين الاخير بارد ولا دافي؟ دافي. يقول من حبك طقك. يا رجال سامحين من ذا المحبة. لا لا لا. انت لا جاك خصم. لا 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 يا اخوي هلا وانك رايحين هناك وقايل بها ما اخذت معك دقيقه. خليني اقطع انا اجي اسولف معكم. سولفنا خاصه. هي قصه خابر هنا لقيت. وايش انهي؟ معنا بن زايده ورجل يحاول اغضابه. اي نعم. اسمع. معنا بن زايده. يقول كان معنا بن زايده رجلا حليما سخيا كريما جوادا كثير العقل شديد الراي. فشجر بين جماعة من العرب أنه لا يقدر أحد من خلق الله تعالى على ما يقدر أحد من خلق الله على إغضابه لكثرة عقله وحلمه. فقال أعرابي أنا أقدر على إغضابه. قالوا إنك إن فعلت ذلك لك علينا 100 ناقة حمراء. قالوا إن أضجرته لك 100 ناقة. همشين يزعل. يقول فدخل عليه حين جلوسه وامتنع بأن يسلم عليه ثم انشده الأعرابي أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعيري. يقول أنت خابر يوم الحافك جلد شاه وحلياك جلد بعير. قال له معا أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معا ذلك من فضل الله لا من فضلك يا أخ العرب. فلا والله ما عشت يوما. فقال له الاعرابي فوالله ما عشت يوما على معنى نسلم بالامير. يقول والله ما سلم عليك يوم الا يوم اقول سلام على الامير. فقال معن السلام سنه من سنن الاسلام اذا اتيت به جرت وان تركته اثمت. قال الاعرابي ولا اسكن بلادا انت فيها ولو حزت الشام مع الثغور. فقال معن يا اخ العرب ان سكنت لم تلق منا الا خيرا وان رحلت فمصحوب بالسلام. قالت مرحبا والرهن ما تشوف شر. فقال الاعرابي فجد لي يا ابن زائده بشيء فاني قد عزمت على المسير. فقال يا غلام اعطيه 1000 دينار يستعين بها على بعده عنا ورحيله عن ارضنا. هو ما قال له كذا، هو قال فجد لي يا ابن ناقصه، لانه ابن زائده عكسه ناقصه. فجد لي يا ابن ناقصه بشيء فاني قد عزمت على المسير. قال اعطوه 1000 دينار استعين بها ويفارقنا. ولم قصر. فقال الاعرابي قليلا ما مننت به واني لا اطمع منك بالشيء الكثير. عاد وجهه قوي. أيه. قال يا غلام اعطيه 1000 دينارا اخرى. فقال الاعرابي فشلته اذا ملكت الارض طرا بلا عقل ولا لب خطير. فقال معن يا غلام اعطيه 1000 دينارا اخرى. فقال الاعرابي ايها الامير اني لمختبر لحلمك بما سمعته مني، اما والله لقد جمع الله فيك من الحلم والجود ما لو قسم على أهل الأرض لوسعهم. فقال معن يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ فقال 3000 دينار. شنت لبي هذه كلها اللي ما مدح فيها أعطاه 3000. قال أعطيه على نثره 3000 أخرى. فانصرف الأعرابي بالمال شاكرا وهو يقول فأنت الجود والإحسان طر وفي الإعطاء كالبحر الغزيري. وفيه بيت ما جابوه قال خلاص يكفي يكفي يكفي. وما الفقد وش يقول؟ ولا حصاننا يموت او بعيري. الفقد وش يقول؟ فقد حر يموت بموت ناس كثير. اشهد انها حليم. ايه قال له ومن رزيتي موت فقد مال ولا فقد حصاننا او بعيري. ان الرزيه فقد حر يموت بموت ناس كثير. من وين هو؟ ها؟ من وين؟ معنا بن زايده. برين؟ لا.
يقولون انه من هال الرس. الرس الرس. ايه الجل في الديار. يشد منها رابع. ما هو من هال الخرج والدواسر. يشد من الحرب. الرجال ذا. العيش ترى ما يضبط هلا البصر شفت عيني تروح. انت ايش تقول؟ بإذن مغالبوح وانت توك تقطع بصل. يقول بصل واجد يا ابو رقاشه. خليه انت تطبخ ذبيحه؟ رجال ما يضبط الا البصل. علمتك ب سالفه يربوعي؟ لا. وش علمه؟ كلني يجي بابك حبادي. ها؟ انت بنت بالاصبع. والله يا بنت بس انت اللي تقطع انت. خلوه يا غيب. يا شينك. اقول لك انت بالاصبعك من باب التنبيه لا اكثر ولا اقل. لب قلبك يا ولد. ليش صرت تقطع؟ جعل اصبعك ينقص وقل عبد الله امسك بدالي. شكرا يا ولد. انا اذنكم. اذنك معك. وين تروح؟ الدرب اللي خابره انا وياه. تروح الماكينه. ها؟ لا 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 درب المحبة قطع دواية خلها كذا قطع دواية أسهل لك. طيب قطع دواية كما هي في جنبي. كبرها إيه. لا ها حق هذا أيوة أسهل لك على طول. وش سالفة ذا؟ ما أقدر أقولها الحين اللي يسجن منها يعني بتذكرها داخل. طيب بس شكل سالفة مربوطة في شغل سلطان. يالله الله هذا اللي اتضح لي يعني. انت تعطبها يا ابو رقام. ابو فهد مهم جاي منها. لا لا يا ما دني لا عيني يضحك. شفت كل ما منك زين يا ابو هقر يا اللي بتيك. كل ما منك زين هذا مبرد الدجاج ها حطه هو يرزه وكل شيء وكبسه. قصاد نعم ما قطعها؟ لا ابدا خلها كذا. يلا الليل هنا تبون معه توم ولا ما تبون؟ بسرك بس اهم شيء نجز عيشة هنا. شفت الحين بعضهم في كل شيء يبين فن الواحد. اقرب مثال الوجبه شل الثوم ذي اللي حطيتها معك ما لم محللها اما احطها مع ربع وارحبه معك خليها احطها عند خشومنا. خليها احط خشوم عند خشومنا. اخذها رجال حس الشيطان حطها مع ربع. خلاص لحس الشيطان حطها مع ربع يا رجال بيطبخ القدر. بس عاد انت لا تكثر الثوم حطها مع. لا يا ولد حطها انا برق عني بحطها معها. حطها مع ذا خلي ذي بايع حقك خلها راح زين غداك بس خلها مو بلازم تلحق ذا لو في عزات هذا الحين. الا الا خلي نهل البصل مع اللي نجي هنا ولا خلي ابو فهد يصلح الغداء خلينا نشوف شو قايم في روضه بقى زعق ها يا اخوي الطابخ والميكانيكا ما احب اتدخل فيها لانها حاجه مصريه هم كلوها ولا قالوا جعل معزيه الله والميكانيكا وما حسنت انت عطلت انت العرب. اي والله بسهل خل كلنا في شغله اللي محتويها. دادك الله يا مسافر وناوي الفراق ما قدر يصير ولا تكثر الغداء خله وزنته مضبوطه. ابشر خذ من الماء الحار شوي و اعطه رشه. لا 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 صب عليه من الماء شوي. هي جاك تحل قدام ده. هي رجاه
يا سلام عليك، عب حبة هذا ما عنده مشكلة. يقولون سلطان مو بجيد. يقول هلي وضيع مسدة. بعض العرب يقولون مو بجيد عند اهله. اي لا جاء عند العرب جيد عند العرب. وسلطان واضح انه جيد عند اهله وعند العرب. هذا عند مثلا يقولون الاولين. قفل مايك وعلمك. سجلها سجلها الغرفة البيضاء. اشاورك اعلاني وصابر. انا عندي الحين سالفه ما اقدر اعلمك فيها وانت عندك سالفه واحد واحد. مثل اذا ما ذكرك ولا ذكرني. اللي عندي مثل وذب. ايش خلك يو عيوني ذبحتني. ايش فيك؟ قام كثار البصل. ها؟ قام كثار البصل. حقيقك وش اللي تذبحه وتبتي عليه؟ ها؟ وش الشيء اللي تذبحه وتبتي عليه؟ البصلة. تسلم. من احط المايك بحلقه وجيبه. ايبه. ايش قال؟ زيت بس نزلت العام. الماركة الطيبة. عارف ايش قال؟ راح فيها وايش قال؟ ما كل هرجة في ضميره يجيبه. وي بس عشان ايش يمديه؟ احسب كلمته. اجها البصل لازم تخليه لا قده محترق. شوفه خلاص ما هو احمر لا قال يقرب من السوا. حط معجونك وحط اغراضك. هم من السالفه هذه؟ على روحه. يو والله ستر. اضغط لنا المضغوط يا سلطان. الله الله. ابشر بعزك يا ابو ابشر بعزك. بيجي الان هذا بيجي الان. ابشر بعزك واحتزم يا كحلان. شطر شطر بس لا تدري بيت ايش كبره. ايه شوف شوف كثر نثره في المحل اللي هو ياخذ فيه شهر. ايه نشهر. ما رايك شهر. بعدين هو نظامه يدخل المطبخ مرتب ويظهر من منزعج ثاني فيه لغم لكنه بينجز الشغله. هو إيه بينجز بينجزها والله. هو والله انا شو قاعد ادي الحي يحيي كل ميت. اي والله العظيم لا والله ظلمت شان والله بس عادي والله. يبو ثقل يعني كلامه والله في محله. نقول يعني حلك شو بس عادي. انت شو قاعد ادي رقم واحد. لكن يلزمك عامل من وراك يرتب وينظف. ترى ما اسمعكم. يمسح ذرك. نروح نتقهوى في محل الشيخ. لازم تخليه لين. ها؟ نلمخ لنا. الحين؟ نلمخ لنا نعناع ونعود على الشيخ سلطان. افتح على قولتكم يلا. شف. فوح الماء. الماء يفوح. فوحه تراك دحين بتطفيه وبي خلاص يفوح يقلب. شف اخذ حط الدجاج وحط الرز وحط كل شيء وضغطه على مسؤوليتي. غدا قنوص.
نعم غدا صقاقير. بس احمس احمس صح اللي حطيتها كلها خليه يغطي المودع. ها خلكم حولي يلا بنجيك بنجيك بنمر على الشيخ وبنزاور المساجين. انخرم انخرم بيالة شاهي. اي والله يشكر عليها الشيخ. جيبوا لي معكم شاهي. ابشر شاهي. وانت تبي شاهي بحمد ولا بنعم؟ كيف مكونات الطبخ هذية؟ شفتوا شوفوا البصل للحين للحين حمر البصل. لا احمسه احمسه لين يا قربه يصير محترق. لا منك شفته يا قربه يصير محترق. وش تسوي؟ تاخذ المعجون. الصيادي دي ما تضبط الا بالمعجون. تاخذ المعجون تحطه تحط لك واحد ونص. لا تكون واجد. لا ما هو بواجد البصل اهم شيء يكون انا ترى ودي اكثر البصل بس العيال قالوا خلاص. هم من تحط البهارات هم من تحركها تصب شوي ماء. صبيت شوي ماء شو تسوي؟ تاخذ الدجاج ولا تاخذ اللحم وتحطه. هم من تخليه لين يرتوي من الحمسه اللي هي البهارات والمعجون ذي. هم من تكتمه خليه خمس دقائق بدون ماء بدون شيء بدون حاجه عشان ايش ينكه. ثم لا من نكه مضبوط تزود ماء تغطي. حلو لا غطيت انت خليه 20 دقيقه تفكه. لا فكت انت شو تسوي؟ تحط رزك على طول بدون اي شيء. شوفوا الحين انا قلب اسود الحين يا قربه يا قلب اسود. هم لو حطيت انت رزك احسب له خمس دقائق. لا من قال اذبح ضوه وخله مده 10 دقائق. هم طلع هم شوف كيف الطبخه والله بساعدكم. يلا خذ يا شفتوا البصل كيف الحين؟ شوفوا البصل كيف. والله الحر يا يا مسلمين يا مسلمين الله يسامحكم ترى انا مسلمين. يلا يا ربي وانت ربي. شو بصل كيف؟ شوفوا بالله عاين عاين. شوفوا البصل بالله عينوا البصل. شوفوا القدر ايش سوى. لازم تخليه يسوي كذا. انتوا تشوفون الحين ارجعي يا يلا الليل. شوفوا البصل سوى. ليه؟ لحق بصل. انت لا الحين تحمس ما يوم رحنا انا احسب يزيدك ضاغطه. احنا حاسب نقول كم يوم ويا ضاغطين. طبخه طبختي بالله عاينه. هاي يقول ما يصب الماء لين غدي البصل اسود. بس لا 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 طبختي يا ابو علمان. لا انا راعي طبختي يا ابو علمان. لا اله الا الله سوي زعتها لا تزود ما لا اله الا الله يا ابو علمان. لازم اعلمك بسالفة الرجال. ايه ايه وانا بعلمك بالمثال. اسمعني ابو علمان هي زودة اذا بس 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 عاد بس طبختي يا ابو لا اله الا الله لا اله الا الله انت شكوك. لا كثرت عن ذا ما عاد الحمس. لا 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 خلاص الحمس الحين خلاص خلاص هيها. وش بعد تحتري؟ مضبوط احتري ولي علنك تؤخر من الجدر. قم تعال تعال اوخر اوخر خلاص لا تحطها لا تحطها لا بحطها خلني لين. لا ما بخلني لين انت هذا النجم. روح 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 دقيقة دقيقة. لا والله خليها دبرتك دبرتك انه والله هذا تشوف الحين. والله والله انه زينا غدا فنان. هو فنان بس تدري المشكلة عنده؟ خله خله بشغلته ما عنده اتزان. ما عنده اتزان. ياخذ اتزان في بعض الامور ما يصلح.
لا تبتزني مال الشحن عدها شويه لكن النتيجه إيه. طيبه لا النتيجه ما فيها كان دقيقه شفت هذه الورق سق حط الدجاج حط الدجاج خليها لا تكثر طبختي ولا طبختك وش ذا الهبل لا وش طبختي ولا طبختك والله ما بدا حاط نزاع ترى انت انت خلاص ايطاليه ايطاليه لا تعرفها طيب يمين طبختي حليب ياكلها طيب طبختك طيب كلها لهلا بتروح في بطنك كلها في بطننا براسي طارية معك ابشر يلا يلا تعال تعال دقيقة تعال ابو الماشي احذف الكورة على بيته تعمد اجي اجي اقول ما حد شاف كورة يوم كان اسمي محميد اتحمد شو يقول مسموح انظره ورقة اسورة احذف الكورة على بيته تعمد اجي واقول ما حد شاف كورة يوم كان اسمي محميد اتحمد خمضليلة يونا ايه حدا شو توقع انت كم يبغي له الى سكرة القدر كم ها ابو زمان يقول لك بس ها كلها سوا طيب كم الوقت معلمك يوم ضج هذا القدر ايش قاعد علينا انا افتح المضغوطة ابشرك الليلة ابو قال بعدهم كلتين عليك تطبخ شلون امسح عليكم وش قال جاهزين خدمتكم 24 ساعه اي والله قال يا فرح لا منهم قالوا ما يدخل وياه سوى له شايف والله الحلا ليت نفرح جانا المطاليق يوم انت شلون سعد ما ودي بتكملتها ما علمني لما رحنا هناك اعلمك بها اسمع ها لا تحط ذا لا تحط ذا يا رجال لا تحط ذا جالك في الجنة لا تحطه يعني إذا الدمعتين ذي بتفرق البريتي ونعم وجه الله من حرنا الجهنم أبي أمسك ذا ومسكتنا ذا بس خلص خلص وذي لم تو يفوح ها خليه يفوح خله لمنها اضغط على هو طيب حط الرز الحين معه شوي لمنها اهم شيء الدجاجه كان هم ثلجه ترى بيطول حط كلش واضغطه لمنه تستس اكسر عليه واحسب له طيب واحسب له 20 وانا لك شغله الارفل دائما ما لنا احنا مشاهدين هل الترالات هذه كبسه هل الترالات يكبسها في الشنطه ويحرك لا مزد له 20 دقيقة وقف وفكه بس هذه يبي له فنان شوف زراعة السطحة اللي حاطه وراء وطاح القدر قدر كهربائي لا ما يصلح جبت له قاعدة ويصوره قال أنا الربع محرك من المكان الفلاني والقدر جاهز اللي في التبريدة ترى الباصور الساعة بذي كم قال وغدا يجاهز شوية هنزل المقطع يا الربع اللي عين القدر بشوف اصله قاعده اللي عين القدر ترى في غد جاهز ترى راعي سطحه راعي سطحه مفصل له قاعده على قفل هو ايش قام حاطه معه في القماره خالفه القدير باللي هي هذا غدا العازف مو غدا التريلات اي كره واحد من الربع أهله مع واحد صقار قال له خل الطير ذا معك عشه ودعه سنه وذاك ما بعد نقل طير من ياخذه قال ابشر يوم خذهم كم من يوم وجاه هلا يا الرجال قاعد نحوسته هو الطير قال يا ولدي ايش السر عند الطير الله العالم انك صقار العازه كان صقر العازة كما انت خوي العازة ما ابغى اجيبها بالنص ما هو مو بخوي عازة اجد انا فيك قاعدين تبدأ يا سلطان اجعل الحياة تراك ما حطيت ملح الظاهر ان البهارات الغربيه ما فيها ملح اي هي لذيذه فيها ملح صح اي فيها شوي عند قلبي وانا ما ادري ترى زينا ذاك النهار في فقره المطبخ
ما كثرت الملح بس شنو كثرت البهارة؟ جت عيشة ملحها شوي. البهارات عز الله زينة. ما في بكلام. لكن الله الآن لا يشوفون سلطاننا حاطنا بهارات الإيطالية مع كبشة. هو ظهر معين حط. جميع تشكيلة ايه الغربي على الطاولة حط منها. حط سلطان حط شو اسمه؟ حط فلفل أسود شوي. ها؟ اللومي. دومي اللومي اللومي ذي اللومي اي حط شوي لا تحط الدواير حط المطحون فلفل اسود مطحون اي ترى شنيع مع العيشة بوس كم يذن عليه والله ما اعلم يا ولد ابوي الساعة تزدها 6:30 وبتزبل على 7 ما بعد اقعد غدر الجو بس لا تكثر الماء كم بقى على شهيل 11 يوم حبن به بطاريه لا تكثر لا لا لازم اعلمك بالسالفه ها لازم اعلمك بالسالفه ضروري يا ابو لا ضروري اعلمك بالمثل انت ايش قلت انت الجديد اللي انشغلت شوف في الطبخ كله سواء انه قهوته ولا شاهي ولا ذبيحته ولا لا بديت فيه فوح ما قبل اكيد فوح ما بعضهم لا بيصلح غدا قطع البصل وقطع كل شيء هم فوح الماء وقعد الماء بعد بلا ساعه بس على ما تروح ما يفوحه وتقطع هنا ما عليك بعضهم ما يفوحه صب عليه ما من مجالك يقعد يخمر الى عاد حتى بعض الاحيان من اول صار عندنا غدا ولا عشاء عند البل و ها قد باقي على الغدا ساعتين ركب العامله طبخ الذبيحة توقيت يعني لا من هنا بده وهذا غلط طبخها قبلها بثلاث ساعات ولا قبلت على النجاح طفها وخلها عشان تمخمخ على كبسة الرز ما عندك مشكلة لكن اللحمة تنجح لأن بعض الحين مخرتهم ولا أخروك ولا أقول وجه الله ما جينا ردها في مكرونة ها؟ لا في رز في رز. حطيت تدري تبيه ذاك يا ربع. في ابرك. وش تبيه تبي؟ وينه؟ حطيت في بطنه؟ ايه. حطيته مع الكبسه؟ ها وينك حط؟ مخمله. امال اضغطه معي. الطبخ ذا ما الله عطاني منه. الكبشه. والله عرفته. والله العظيم انه قبل أن ادخل بشهرين اني طبخ لي قعود. طبخ الذبيحه الكرامه كامله بشربونه. الماء ترى الى احتدينا النص يزود شوي في البر هنا ما عندي مشكله تغديت انها جريشه جريشه تبونها السلام ورحمه الله قاعد المهم بصرك بصرك انت يا هي مره ولا مرتين اطبخها قاعد في البر شهينه لكن الكبشه ذي المقلوبه اللي ما ادري وش معها ما الله عطاني منها فنجان وبياله نعم اجل الكوتش اليوم نشيناه اطحمناه الله يقويك بكره ان شاء الله تندمون ما بل ها؟ تندمون بس من مثلك انت شكا ارجيني ما علي ذرعاني بكره الكوتش جاي بكره اتمنى ما تشتكي تحت الهواء بكره وش دخل بكره؟ لا انا تمرنت معه تأثير يعني يا رقدت وقمت تقول محرول ايه هذا اليوم لف نابه ويقول بس خلاص كفايه خلاص قلت ما في خلاص رجل بنتمرن نشره نشره تبي ولا نعم قلنا انت رجال معاك بالريجي ادركم راح زين عشان لا 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 الريجي تشكم منك تعال تعال اقسم بالله هذه اصبر انا خذيتها كذا حسابيا انك تتالم تنخصم منك 2000 افضل منك تتالم يومي بيث الرجي كم الساعه يذن؟ والله ما ادري بس الحين 26
العلوم كل شيء زين. ما اعطاكم تمارين اللي تفحم؟ اعطانا تمرين سويدي وتمرين الشفا والنسيم. كيف الغد؟ راح نعطانا تمارين قبل اسبوع، هي اللي تجلد الثبات ذا اللي على رؤوس اصابعك وعلى كيعانك. لا جيت يا والله قلت منعنا منه. اعطيته ثلاث ابيات قدر ولا سوى حصه اليوم. يا سلام، ولا حصه؟ ولا جاء. ولا جاء؟ ما جاء. ايه انا محكيه لكم من الاسبوع اللي راح. فيصل اجل يقول بس وانت تعدي يقول كفايه. ايه يصير خير. اقول ما انتم طيبين، انتم لابسين دارين مو بجاي والله، ما انتم بسيطين. احنا ننتظره. كيف الحصه يا فيصل؟ وينك من الكوتش؟ ما طولت اليوم لبس والمعلم تعلم انا بقدر يا سلطان. بس 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 اعتذر. اعتذر ولا ما اعتذر؟ يخصم عليه. هو يخصم علينا كل يوم. والله مع مخاصمين عليه ومعذور، وكان بعد اسبوع جاي مو بجاي معذور. كان بيقعد لنا هاي يجينا في الحفل الختامي الله يحيي. نعم ما قصر. خاب اني اصدق يا فيصل تكذب علي. ما تكذب. هل ما خبرت الكوتش؟ ما خبرت الكوتش يقول بس بس. اول عشان اشبك حراره ونبي لنا كيس بر. ما تدري يمكن تظهر لهم اليوم. ما تدري يمكن تظهر لهم بعد بكره. لا انا بيها اليوم قبل بكره. طلعت انا لنا كيس الرز باقي. ما يمديها. كيس البر باقي. رجال عقب انت بوكاي اجله في حل بنجيبه. لا سواق موجود لا اجيبه. لا انا بوكاي تجيبه ولا ثقل. ايش مشكلته؟ طيب اخوي مش اخوي له. جيب لي الله يهينك. ادخل خوي خليه يجيبه. اجده كم ساعه هذا؟ لي اسبوع اكلمه واقول جيبوه. اجدهم كم الساعه الاذان؟ انا اروح اصدح بصوت الحج. عندك العلم الاذان يقول لي اسبوع. اقول طيب ما يستقبل. يقول لك الله يرسل بس يرسل. ريشته معلقه. يا الله يقول يا الله في تمغط. ليته والله الحق ما جرى لابو كايد. ما جرى لابو كايد.